السلام عليكم. عبر مسن تونسي في مدينة السواس عن فرحته بتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بطريقة طريفة جدا، حيث خرج من مركز تلقي اللقاح ورقص على أنغام الطبل والمزمار احتفالا بهذه اللحظة والتي تلقى فيها اللقاح الوقي من الفيروس التاجي. وانتشر مقطع فيديو الرجل التونسي وهو يرقص على أنغام الطبل والمزمار بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي ليحتفي به رواد منصات السوشيال ميديا بسبب عفويته في الاحتفال بتلقي اللقاح الوقي من فيروس كورونا المستجد. يأتي هذا فيما شهد أحد مراكز تلقيح المواطنين في تونس أمس الأحد طريقة جديدة ومختلفة لتشجيع التونسيين بالحصول على لقاحات فيروس كورونا، حيث يرافق الراغبين في التلقيح مجموعة من الأشخاص الذين يستخدمون الطبل والمزمار للمساعدة في دفع العملية الكبرى التي أطلقتها تونس لتطعيم المواطنين ضد جائحة كورونا في شتى أرجاء البلاد.